أن يكون هجوم الذئب على الكلب وضعاً خطيراً ومميتاً لكل من الكلب والماشية التي يقوم بحمايتها. إذا تعرض كلب لهجوم من قبل الذئب، قد يكون شيئاً خطيراً للغاية. يتم تربية كلاب حراسة الماشية لغرض محدد، وهو حماية الماشية من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب. ومع ذلك، حتى كلاب الحراسة يمكن أن تواجه تحديات عند التعامل مع المفترسين الدائمين أو العدوانيين. تعرف الذئاب بأنها أحد نوعي الحيوانات البرية آكلات اللحوم التي تنتمي إلى عائلة الذئب الرمادي والذئب الأحمر، ويعد الذئب أحد فئات فصيلة الكلبيات التي تضم الثعالب والذئاب. عادة ما تعيش الذئاب في نصف الكرة الشمالي، ويتكيف الهيكل العظمي للذئب مع أسلوب حياته وبيئته المحيطة. فالعظام القوية التي تمتلكها الذئاب ضرورية لمنحهم القوة اللازمة للقضاء على فرائسهم، حيث تمنحهم عظام الأرجل الأمامية المتشابكة وعظام الأكتاف الضيقة وعظام الرسغ القوة والسرعة الفائقة للذئب. تعد الذئاب من الحيوانات آكلات اللحوم، وتفضل بشكل رئيسي الثدييات ذوات الحوافر الكبيرة. ونظراً إلى أن أغلب هذه الفرائس حجمها أكبر من حجم الذئاب، فإن الطريقة الوحيدة التي تمكن الذئاب من الحصول على فرائسها هي العيش والصيد ضمن مجموعات مع الذئاب الأخرى. تأكل الذئاب أيضاً حيوانات أخرى. تقع الذئاب على قمة السلسلة الغذائية، أي أنها من الحيوانات المفترسة التي تتغذى على الكائنات الأدنى منها في السلسلة الغذائية. وتلعب الذئاب دوراً رئيسياً في الحفاظ على توازن النظم البيئية والصحية في البيئة التي تعيش فيها. تعتمد أثناء صيدها على استهداف الفريسة الضعيفة، حيث تطاردها حتى الحصول عليها، وتساهم هذه الطريقة في تخليص قطيع الحيوانات المفترسة من الحيوانات الضعيفة والعليلة، وبالتالي تحسين الصحة العامة للقطيع، وعدم السماح للأفراد الضعيفة بالتكاثر وتكوين أجيال جديدة. تختار الذئاب أحياناً أحد الأفراد الأصحاء من قطيع الفرائس لتتغذى عليه في حال كانت الفريسة في وضع مناسب للإنقضاض عليها دون أن يكون لديها قدرة على الهرب. وفي النهاية، فإن العلاقة بين الذئاب كحيوانات مفترسة وفرائسها علاقة طبيعية صحية أثبتت نجاحها لآلاف السنين في الحفاظ على النظم البيئية وصحتها.